كما قام رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية لعدد من مشروعات محافظة دمياط بينهم الميناء، حيث أكد مدبولي أن المواني المصرية تشهد تطويرا غير مسبوق، مشيرا إلى أن تطوير ميناء دمياط سيكتمل في عام 2027 وسيمثل إضافة كبيرة للبنية الأساسية في مصر. التطوير اللي بيحصل في كل المواني المصرية هو تطوير يعني الحقيقة غير مسبوق، وزي ما شفنا مواني زي السخنة ومينا اسكندرية والتطوير اللي تم فيهم النهاردة، الحقيقة كنا بنتابع مع يعني معالي وزير النقل التطوير اللي بيحصل في مينا دمياط، وتم عرض طبعا الخطة الكبيرة اللي بتحصل لهذا المينا ان شاء الله بالثلاث محطات الكبار اللي هيبقوا موجودين، ويمكن احنا واقفين قدام محطة منهم وبنتابع الشغل اللي فيها. احنا عندنا محطة تحيا مصر 1 وتحيا مصر 2، وإن شاء الله يمكن أول محطة منهم هتبدأ العمل زي ما شفنا كده، وتشرف فخامة الرئيس بافتتاح المحطة اللي كانت موجودة في مينا اسكندرية، هتبقى على نفس المستوى إن شاء الله هنا في مينا دمياط بإذن الله إبريل 2025. إنما المينا كله إن شاء الله هيكتمل بالكامل في 2027، وده هيبقى إضافة هائلة للبنية الأساسية اللي موجودة في مصر، بالذات لأن مينا دمياط الحقيقة موقعه وطبيعته وقربه من مناطق كتيرة جدا جوه مصر، وبالذات منطقة الدلتا وقربه من أيضا القاهرة، بيبقى بيديله الحقيقة يعني مزايا كبيرة جدا بتشجع الشركات العالمية إنها تبقى موجودة.